حسن الآب الذي أعطانا الحياة والابن الذي فدانا بالذات والروح القدس الذي يجمعنا إليك إلهي أرفع الصلاة تركت كل شيء عشان شو المصاري طارت المجد والقوة راحوا هيني لحالي ضعيف وحيد حربت أخوي ما ضل معي لا رفيق ولا صديق وينك وينك بقول انك الله موجود وينك جاوبني انت مش موجود سمعني انت مش موجود اكم من مره قلت لك هذا الكلام وما صدقتني الانسان مخلوق ضعيف والضعيف غبي والغبي مزعج انت ما تبعتني بعدك تفكر بهداك هو مش موجود انساك منه وقتها بس بعطيك اللي بدك اياه الله تركني ما تذكرش اسمه قدامي بس انا تبعتك وشو صار طريق المجد صعبه لازم تتحمل الصعوبه بس اهم اشي انساك من هداك هو مش موجود انساك منه خلاص ابعد عني بكفي رحلة الانسان مع الخطيئة طويلة رحلة آلام المسيح طويلة 14 مرحلة كل مرحلة رحلة عذاب وخلاص هذا الطريق كانت بداية اكتشاف الإنسان لخلاصه
يا الله إذا كنت موجود. وينك؟ بس أنت مش موجود. إيه؟ كيف بتنادي على وجود مش موجود؟ مين أنت؟ شو بدك مني؟ يمكن ربنا موجود وبيناديك وأنت ما بدك تسمعه. بس أنا تعبت من البحث عنه وعن ذاتي، ما ضل محل وين بدي أروح، بقيت لحالي. أنت مش لحالك، هو معك، بس لازم تشوفه بعينيك وبقلبك. أي تعبت أسمع مواعظ، بديلي بالحياة شغل إنه موجود. إذن تعال معي، تعال معي برحلة خلاص الإنسان، لأنه أول ما شاف المسيح شاف الخلاص، مثل سمعان الشيخ. باسم الآب الذي أعطانا الحياة والابن الذي فدانا بالذات والروح القدس الذي يجمعنا إليك إلهي وارفع الصلاة. باسم الآب الذي أعطانا الحياة والابن الذي فدانا بالذات والروح القدس الذي يجمعنا إليك إلهي أرفع الصلاة. فدانا بالذات والروح القدس الذي يجمعنا إليك إلهي أرفع الصلاة. بس هذا الحكي كان قبل آلاف السنين وانتهى. لا ما انتهى، لأنه المسيح أجا وجاب معاه الدعوة للتوبة. كان في مين يساعده على هاي الدعوة؟ توبة؟ توبوا، توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، توبوا فليعتمد كل منكم بخطاياه، توبوا 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 فقد اقترب ملكوت السماوات، توبوا فليعتمد كل منكم بخطاياه، توبوا 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 فقد اقترب ملكوت السماوات، توبوا وليعتمد كل منكم بخطاياه، توبوا توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، توبوا وليعتمد كل منكم بخطاياه.
إنه يأتي بعدي إنسان قد تقدم علي لأنه كان قبلي. توبوا توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. توبوا فليعتمد كل منكم بخطاياه. توبوا توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. توبوا وليعتمد كل منكم بخطاياه. من انت؟ هل انت ايليا؟ انا صوت صارخ في البريه، مهدوا طريق الرب على حسب ما قاله اشعيا النبي. اذا فلما تعمد ان لم تكن ايليا ولا المسيح؟ انا اعمد بالماء ولكن في وسطكم من لستم تعرفونه، فهو الذي يأتي بعدي وأنا لست مستحقا أن أحل سير حذائه.
ربنا ما بعرف شو يعني الواحد يكون تعبان وفي مغريات الحياة عمالها بتنادينا. حتى المسيح الشيطان جربه. مجا عالم جوعانة بدهم خبز. حول الحجار لخبز. خبز خبز. اخرس اخرس يا شيطان، فإنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. مكتوب لا تجرب الرب إلهك. اخرس واخرج من هنا يا شيطان، فانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. بس الاملاك والاراضي والمجد كتير مهمات، مش بس بالخبز وحده بحيا الإنسان. إذا أمنت بالمسيح كل المجد بيكون إلك، المجد السماوي. ولازم تعرف إنك تآمن بالمسيح وتتبعه يعني تحصل على حياة جديدة وكمان تعطي حياتك. بدك إياني أستغني عن كل شيء؟ هاي بطرس ترك كل شيء وتبع المسيح. يا سمعان ابن يونا، من اليوم ستضع صخر وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي. اترك كل شيء واتبعني. من أنا لتدعوني ابنا لك تفديني بدمك ترسل لي روحك. من أنا لتدعوني من أبو
أشكرك الله.